لور. حدا يعطيني امبريشن لور تاعو انت اليوم. حدا يعطيني كمان امبريشن لور. ايوه انت كنت بدك اياه. انت بالليل ولا خلص؟ لا خلص خلص بكفي هذول الاثنين كفي. تعالي صوري منهم بعد بدك بس انت كل مره تصوري بس لو انت يلا ابدا الان. اوكي احنا عندنا مشاكل باللور بتظهر كثير فحنحكي عنها شوي من المشاكل. معظم الطلاب عندهم مشكله في هاي الانتيريور اريا دائما في اكسس ماتيريال كثير. بقول له عدل على الريترومايلوهيويد سبيس اللي هو نفسه اللينجوال باتش اريا واللي نفسه بوستيريور اللينجوال باتش كلها نفس الاسم واسمها كتار رابع اللاترال ثروت سبيس هو نفسه كله اللينجوال باتش. بيجي يحط ماتيريال جديده. طب انت عندك الماتيريال هون او بمعنى اخر كان عندك ماتيريال ليش الماتيريال نقصت ومحتاجه تزيد؟ لا احنا باللودنج بتري بنعالج هاي المشكله. فهي اللودنج تري هاي التري شلنا منها الماتيريال كانت عامله امبريشن الطالبه بس انا بدي اعيدها. كيف نعمل لودنج للور؟ الكره مره ثانيه. ليش الكره؟ عشان اشيل كل جعليك الماده الاصليه بحطها في المي مره ثانيه ارجع احطها على المي عشان ترجع تدفى. بعملها رول سموث. الرول بسحبه من الوسط نحو الجوانب. شايفين الوسط كيف رفيع والجوانب عرضه. باجي بنقعها شوي ترجع تدفى وهي دافيه كثير باجي بعملها لودنج جوا الامبريشن تري. فشو صارت المنطقه هون؟ اصلا الماتيريال رفيعه. وين الاكسس راح؟ راح بوستيريالي. طيب باجي بنقعه بضغطه باتجاه التري عشان يبدا يلزق. كمان شو كمان من لودنج؟ بدي اعمل الجروف اللي حكينا عنه. الجروف وانا بعمل فيه عم بزيح الماتيريال على السلكس هون وبغطيه كاني بعمل بوردر مولدنج ماتيريال على التري. شايفين التري؟ فوق التري في ماتيريال وكانه بوردر مولدنج. ونفس الشيء لينجولي بتاعت اللينجوال باتش بالذات هي اطول وحده بخليها. شايفين كيف اللي عملت اللينجوال باتش اريا؟ فهلا معناته لما تكون الماتيريال جايد لايك ذات الريدج بتقول لي اسنتر. كيف اسنتر؟ شايفين في ريدج صغيره هون انا عملتها باصبعي. هاي بتساعدني في السنتره اني ما اروح يمين كثير او شمال كثير. الماتيريال اللي طالع على الجوانب هاي حتفوت في السلكس راذر انها تهرب لورا. لانه معظمكم بتهرب جوا السلكس هون او بتهرب لورا هون وانت مش ماخذ لا هاي ولا ماخذ شيء ثاني مثلا. فانا بدي اطلع الامبريشن صح من اول مره بعمله بطريقه اللودنج من اول مره. اوكي؟ هاي الجروف موجوده. هاي الجروف موجوده. هاي انتيريال اللي بعمل الجروف بسيطه عشان ما اروحش تو ماتش انتيريور او تو ماتش بوستيريور. اوكي؟ هل انا جاهزه الدخول بتم البيشنت؟ ماده طريه لسه؟ لا، برجع بنقعها شوي. بعطيها اخر نقعه تطلع من المي باتجاه المريض، بلمسها بظهر ايدي، ظهر ايدي حساس للحراره اكثر من بطن اليد. بطن اليد سبحان الله ربنا خلقها سبحانه وتعالى خلقها متحمله للحراره، اما ظهر اليد بتحس الحراره صح، اذا حسيتها حاميه بس استنى شوي او برش عليها شويه هواء. السيرفس بكون برد شوي ما يكفي المريض يتحمل ولكن الكور ضله دافي، باخذ فيها الامبريشن. وانا داخله عشان برضه ما يصيرش مشكله، بدخل بتم البيشنت. قبل ما اضغط ما مش اول ما ادخل اضغط، لا بدخل بعمل السنتره بزيح الليب لفوق وبقول له ارفع التانك بعدين ببدا اضغط. مش ينحشر التانك تحت التري؟ اذا انحشر التانك تحت التري برضه بيعمل لي شورت لينجوال باتش، بصير اسمه تانك تراب. بتصير بالالجينات وبتصير بالكومباوند فايروس. فهلا بدي انقع الماتيريال واقول للطالب ياخذ الامبريشن. يعطيكم العافيه.